جزاكم الله خيرا. إذا صليت الفريضة أمام النساء أو قلت إنني أريد أن أصلي عند دخول الوقت، هل هذا يعتبر من الرياء؟ ليس الرياء ما دار على النية، إذا كان في نيتك الرياء فإنه يكون رياء، أما إذا كان نيتك صالحة وخالصة لوجه الله ونيتك مبادرة بأداء الفريضة بعد دخول وقتها ليس فيها رياء، بل هو عمل صالح ومسابقة إلى الخيرات.